بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس رقم 104 من دورة أوتوبلي ميديا ستوديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله إخوانا هنتكلم النهاردة على التايم والديت. خدنا الدرس اللي فات التايمر ومثال عليه، النهاردة إن شاء الله التعامل مع الوقت والتاريخ من خلال البرنامج. نتعامل مع التاريخ والوقت أمر فيهم سهل، كل ما هو صعب في الوقت والتاريخ طريقة الجمع أو الطرح، يعني طريقة جمع أو طرح أي تاريخ. تعال ندخل بسرعة عندي دالتين، كل دالة خاصة بالتاريخ وخاصة بالوقت. أول ناخد أول دالة خاصة بالوقت at action، ثم system، ثم get date. get date خاص بالتاريخ و get time خاص بالوقت. أول شيء ناخد get date. get ايه؟ ديت هات لي التاريخ. طيب عندنا اكتر صيغة من صيغة التاريخ، طيب هيرجع لك بالصيغة ان هي. تعال نشوف الصيغ، هيرجع لك بسترينج الصيغة اللي انت مختارها. عندك 8 صيغ. اول صيغة بقول لك صيغة هيبتدي الشهر الاول ثم اليوم ثم السنة. الصيغة التانية خلي بالك هنا بدل جايب لك بالشكل ده الكونستانت والفاليو، لا اما تكتب الفاليو صفر لا اما تختار المتغير ده. يعني لاحظ هنا ممكن تكتب بدل ده، مش ده الاول يو اس، تمام، تكتب بداله صفر عادي. ليه؟ عرفت منين؟ لان ده متغير، شكل متغير جاي من البرنامج، بيبقى واخد دايما الاندرسكورات بينهم، تمام، ويعطيلك في ملف الهيلب اللي انت ممكن تكتب بداله. حتى هنا اعطيلك بياخد منك بارامتر او ارجيومنت على شكل نمبر، تمام. طيب طبعا ده انت ممكن تحوله ده، لكن البرنامج بيحوله صفر، تمام. طيب يبقى لو اخترنا صفر هتيجي بالايه؟ بالصيغة دي، يعني ديت فورمات يو اس هتيجي بالايه؟ بالصيغة دي. لكن لو احنا اخترنا التانية يبقى بصيغة الايام الشهور السنين، الايزو السنين الشهور الايام. الجوليان بيديك عدد ايام، ملوش استخدام كبير لو بيحصل لك من جانيوري ميد نايت اوف ايه جانيوري 1، تمام. بعدين تاريخ السنة بيجيب لك عدد الأيام يعني من وقت معين، ده بيجيب لك الشهر فقط اللي انت فيه بس بصيغة ثنائية. يعني مثلا لو انت موجود مثلا في شهر 3، بتكلم عن الميلادي، للأسف مفيش للأسف مفيش هجري، تمام. بيجيب لك المانس، لو انت بتتكلم مثلا في شهر مارس 3 هيجيب لك 0 3، تمام. وكذلك في كل ده دايما دي هيجيب لك ايه رقمين او ام. طيب وهنا الدي هيجيب لك الصيغة اليوم فقط اللي انت فيه، وهنا الير السنة فقط، تمام. هنا يوم انت في اليوم كام في الاسبوع، بقول لك دي اوف ذا ويك اليوم كام في الاسبوع، طبعا من 1 ل 7. طيب هو هيبتدي من يوم ايه؟ بيبتدي من يوم الحد. بيبتدي من امتى يا اخوانا؟ من يوم الحد، تمام. بيبقى عندنا اكتر من صيغة للتاريخ. تعالى نختار اي صيغة وليكن هات اليوم في الشهر، مش محتاجين كابي ولا حاجة. هنقول له هنا اليوم دي، وهيرجع المتغير في الايه في الريزلت على شكل سترينج، تمام. اهو ريزلت، تمام. طيب هات لي ده، خلي ده result، وهنا هقول له system برضو في body dot get date، هاتها لي مثلا بصيغة تانية بحيث ايه جرب نسختين، صيغة مثلا اليوروب. ده اليوروب اللي احنا بنشتغل بيها لو هتجيب الشكل كامل، الا اذا انت لك اي اختيار تاني.
لاحظ النهاردة فعلا 21، وهنا 21/11. تمام. طيب اتفقنا اللي في عندنا صيغة بتجيب اليوم، يعني ممكن نغير ده دي اوف ذا ويك. تمام اهو، دي بيجيب لك اليوم. احنا قلنا بيبتدي من يوم الاحد، يعني يوم الاحد يبقى واحد، معنى كده ان يوم السبت يبقى 6 والجمعة كام؟ 5. اتفقنا قلنا يوم السبت هيبقى 6 والجمعة 5. لا آسف، هيبقى يوم السبت 7 والجمعة 6. السبت 7 والجمعة 6. تمام. تعال نجرب، احنا النهاردة يوم الاثنين. لاحظ فعلا النهاردة يوم الاثنين هيبقى رقمه 2، لأن الحد واحد الاثنين 2. تمام. طيب وبكده بفضل الله يا اخوانا اخدنا بسرعة عن الايه تاريخ. ان شاء الله نكمل الدرس القادم على الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.